مرحبا بكم مجددا أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سأضع بين أيديكم صيغة تحليل ومناقشة سؤال إشكالي مفتوح، وهذه الصيغة في الحقيقة أو هذا السؤال في الحقيقة كنت قد قمت بتحليله ومناقشته في فيديو سابق، لكن أعدت صياغة أو قمت بإعادة صياغة هذا السؤال أو هذا المقال بصيغة جديدة لكي يكون واضح بطريقة دقيقة. في هذا السياق السؤال يقول: هل الأولوية في بناء المعرفة العلمية تكون للعقل أم للتجربة؟ وفي هذا السياق تحديدا يجب أن ننطلق بداية من خطوات منهجية، وهذه الخطوات سنقوم بالتذكير بهذه الخطوات بدءا في البداية بالمقدمة أو بتقديم أو بمطلب الفهم الذي ننطلق من خلاله دائما من تحديد موضوع السؤال ومجال هذا السؤال، بالإضافة كذلك إلى بناء عناصر المفارقة أو التقابل أو الإحراج، وفي الأخير التساؤلات. وهذه التساؤلات لا نطرحها بطريقة عشوائية بقدر ما أننا نطرحها بطريقة متدرجة، يعني من تساؤلات موجهة نحو التحليل وتساؤلات أخرى موجهة نحو المناقشة. إذن في هذا السياق يعني باقي خطوات التحليل أو باقي خطوات صياغة مقال فلسفي في هذا السياق يمكن أن ننطلق من التحليل أيضا. التحليل يبدأ بتفكيك عناصر السؤال ونفكيك مكونات ذلك السؤال بالإضافة إلى الأطروحة وشرحها والمفاهيم والعلاقة بين المفاهيم والحجج. إذن بالنسبة لتفكيك عناصر السؤال كما قلت يجب أن نفكيك بنية السؤال دون أن نسقط في تعريفات فضفاضة وتعريفات في للمفاهيم، لأن تعريف المفاهيم يكون يعني يكون في صيغة محددة. إذن الأطروحة نقوم بتبني أطروحة محددة ونشرحها والمفاهيم ونرصد العلاقة بين المفاهيم بالإضافة إلى حجاج مفترض في هذا السياق. وبالتالي ففي السؤال في السؤال نقوم بافتراض أو نفترض أطروحة معينة ونقوم بشرحها بناء على أمثلة واقعية والمفاهيم المتضمنة، سواء المفاهيم الصريحة أو الضمنية داخل السؤال، وكذلك نطرح علاقة بين كل هذه المفاهيم والبنية الحجاجية المفترضة، أو نفترض بأن هذه الأطروحة تتضمن بنية حجاجية نقوم بصياغتها، وعلى الأقل نقوم بصياغتها على شكل مثال واقعي كحجة مؤسسة لبنية الواقع أو قولة لفيلسوف أو شيء من هذا القبيل. بينما مطلب المناقشة، ففي البداية ننطلق من قيمة الأطروحة، الأمر يتعلق في هذا السياق بالتقييم النقدي، وبالتالي فقيمة الأطروحة هو تبيان مزايا الأطروحة وحدود الأطروحة والمواقف الفلسفية في آخر المطاف، لأن هناك من يقول بأن التقييم النقدي وخصوصا القيمة والحدود أننا كنختصر مثلا غير على واحد. على سبيل المثال نبين مزايا هذا التصور، في حين أن الحدود نقوم بإقصاء الحدود، في حين أن هناك من يقول أيضا بأن نطرح الحدود في حين أن القيمة نستغني عن القيمة، لكن أن النقاش الفلسفي هو نقاش مبني كله على التقييم النقدي، لكن يعني في آخر المطاف يستحسن أن نطرح التقييم النقدي بطريقة شاملة على مستوى القيمة وعلى مستوى الحدود وعلى مستوى المواقف الفلسفية أيضا. أما فيما يخص التركيب، في التركيب يمكن أن ننطلق من استنتاج عام ورأي شخصي ورهانات تبين بأن النقاش الفلسفي ليس نقاش دوغمائي ونهائي، وإنما نقاش مفتوح. يكون النقاش الفلسفي نقاش يفتح أو ينفتح على
إشكالات وعلى تساؤلات أخرى جديدة، ورهانات يريد أن يجيب عليها دائما. في هذا السياق، المقترح أو مقترح المقدمة الذي سننطلق منه يبدأ بتحديد موضوع ومجال السؤال. إذا المقترح يقول في هذا السياق: تقوم الفلسفة في جانبها التأسيسي والبنائي على أساس النظر المفهومي من جهة، وعلى أساس النقد الإبستيمولوجي من جهة أخرى. ومن خلال هذه الأرضية النقدية يمكننا توجيه النقاش صوب المعرفة كنظرية تستحضر شرطي الذات للسوجي والموضوع لوبجي، من أجل تحقيق العلماء للموضوعية، ولهذا كنهضر على لوبجيكتيفيتي. بما هي فصل الذات الدارسة على الموضوع المدروس. هكذا فالمقاربة الموضوعية هي تأسيس معرفة دقيقة تجاه الواقع والكشف عن الحقيقة المضمونة داخله. وهكذا يعني كنكونوا حددنا الموضوع، يعني هكذا كنكونوا حددنا الموضوع، كنهضروا من خلاله على، حنا عارفين بأن السؤال هذا كيهضر على المعرفة، أو على نظرية المعرفة. وأيضا أن هذا الموضوع كيهضر على النظرية والتجربة، أنه في آخر المطاف الغرض من النظرية والتجربة هو تأسيس المعرفة العلمية. أيضا أن هذا الموضوع يتحدث عن تأسيس المعرفة العلمية، وهذا تحديدا نهضرو مثلا على الأساس النظري المفهومي، أو على أساس نقدي إبستيمولوجي. هنا عندنا المعرفة، وهنا كذلك النظرية كما أشرت، وشروط النظرية، شرط الذات، وشرط الموضوع. هذه كلها مفاهيم تحيل على النظرية والتجربة، بمعنى أنه في آخر المطاف الموضوع حددناه، تم تحديده في المعرفة، في النظرية، في التجربة، في تأسيس المعرفة العلمية، في الموضوعية، وقس على ذلك. إذا هذه كلها مواضيع مطروحة في هذا السياق. ننتقل مباشرة إلى بناء عناصر المفارقة والتقابل. نحن الآن في صدد كتابة مقدمة. في هذا السياق يمكن أن ننطلق من عناصر التقابل، ويمكننا أن نقول في هذا السياق: وعلى هذا الأساس فمشكلتنا تكمن في كون هذه المعرفة العلمية الدقيقة لا يمكن بلوغها إلا بواسطة منهج صارم. ننظر هنا على ميثود سيونتيفيك. لكن ما يجب أن نقف بصدده هو صعوبة اختيار النموذج المناسب في تشييد هذه الحقيقة العلمية، بحيث يمكن الإشارة إلى المنهج التجريبي، نظرا للميثود أمبيريك الإكسبريمونتال في السياق هذا، والذي يختلف، يعني هذا المنهج التجريبي يختلف بين المقاربة الكلاسيكية بطبيعة الحال التي يمثلها فرانسيس بيكون وجون لوك ودافيد هيوم، والمقاربة المعاصرة التي يمثلها نسبيا كلود برنار والمواضعاتيين أو الوضعيين المناطق رايش نواخ وإرنست ماخ ورودولف كارناك وآخرون، والمنهج العقلاني الذي تغيرت خطاطته بطبيعة الحال بين القرن السابع عشر بين ديكارت والقرن العشرين مع ألبير أينشتاين، بالإضافة إلى مناهج علمية أخرى تشيد الحقيقة العلمية على آفاق لا عقلانية ولا اختبارية. الأمر يتعلق في هذا السياق بالعقلانية المطبقة، على سبيل المثال عند باشنار، يعني الأساس التوفيقي بين كل منهما. وبالتالي فمعضلة تأسيس المعرفة طرحت مفارقات عدة، وهذه المفارقات هذو أن المعرفة العلمية تنبني على التجربة أو تنبني على العقل أو هما معا، ولا تزال تطرحها إبستيمولوجيا إلى الآن. إذا
نقاشنا كما أشرت في هذا السياق، أشرت إلى كون أن هذه المشكلة يجب أن نبنيها. إذا نريد أن نبني مشكلة في هذا السياق. مشكلتنا في هذا السياق هي مشكلة المعرفة العلمية. كيف؟ نريد أن نؤسس للمعرفة العلمية، ولكن مشكلتنا وهو مشكلة المنهج. منهج، نحتاج إلى منهج، لكن المناهج متعددة، بمعنى أنه هناك من ينطلق من المنهج التجريبي ويقول بأن لا يمكننا أبدا أن نؤسس لمعرفة علمية إلا بمنهج صارم يستقي أساسه الصريح من المنهج التجريبي. إذا عندنا منهج تجريبي، هذا المنهج التجريبي قلنا بأنه كينقسم أو لا على الأقل كيختلف بين المنهج التجريبي الكلاسيكي وبين المنهج التجريبي المعاصر. أيضا أن المنهج المعاصر العقلاني ينقسم بين عقلانية كلاسيكية وبين عقلانية معاصرة. العقلانية الكلاسيكية كما أشرت التي يمثلها ديكارت، وعقلانية معاصرة التي يمثلها أينشتاين. بالإضافة كذلك إلى كون أن هذه المعرفة العلمية يمكن أن تنبني على أساس توفيقي بين كل من العقل وبين التجربة، وهناك بطبيعة الحال مصادر أخرى للمعرفة العلمية. إذا في عملية بناء المعرفة العلمية في هذا السياق تكون إما بالعقل أو بالتجربة أو هما معا. هنا بطبيعة الحال هذا الشيء كيمهدنا باش ننطلقوا أو باش ننتقلوا للتساؤلات. التساؤلات في هذا السياق يمكن أن نطرح مقترح في هذا السياق هذا، والمقترح الأول ممكن أنه يكون مثلا أسئلة تعريفية على سبيل المثال: ما النظرية وما التجربة وما العلاقة بينهما. عاد كننتقل للتساؤلات التي تضم المفارقة أو تضم هذا التقابل، أو أننا كنبدأ مباشرة بالسؤال الذي يضم هذا التقابل. على سبيل المثال ممكن أننا ننطلق مثلا من هذا السؤال اللي كيبدأ بهل، هل أم، يعني يضم أو يتضمن تقابل. إذا نقول: هل المعرفة العلمية تقوم على أساس تجريبي، وهذا اللي يضم علينا، أم تقوم على أساس عقلاني نظري، وهذا اللي يضم علينا. بمعنى أن كل التساؤلات أو الإشكال في هذا السياق يبنى على عناصر التقابل المطروحة في عناصر التقابل والمفارقة. سؤال آخر: هل يمكن التوسل بالتجربة كمصدر للمعرفة العلمية؟ لأنه هنايا التصور اللي غادي نتبناو في التحليل كنبداو به: هل يمكن التوسل بالتجربة؟ بمعنى أنه فاش غادي نمشيو للأطروحة خصني نلقى بأنني بادي بالتجربة. سؤال آخر اللي كي يكون اللي غيبدا اللي غيكون تابع لهذا السؤال هذا هو هذا: كيف يمكن الفصل بين التجربة والتجريب؟ وهنا طبعا الآن ممكن أننا نرجع للتمييز الذي قام به ألكسندر كويري، كون أن التجربة هي مقاربة عامة للطبيعة، في حين أن التجريب مقاربة منهجية للطبيعة. بمعنى هنايا بالمعنى ديال ليكسبيريونس و ليكسبريمونتال أو ليكسبريمونتاسيون، يعني كنهضرو هنايا على أن الفصل بين التجربة والتجريب في تشييد المعرفة أو في تشييد الصرح العلمي، في تشييد الصرح العلمي. لماذا يكتفي بعض الفلاسفة، وهكذا كننتقل للشق الثاني من المفارقة أو من هذا التقابل، لماذا يكتفي بعض الفلاسفة والعلماء بالعقل النظري والخيال؟ لاحظوا معايا أنه نتحدث في هذا السياق عن العقل، بمعنى التساؤلات اللي غيكون هنا تساؤلات حول العقل، أما التساؤلات الأولين يعني تساؤلات حول التجربة. إذا لماذا يكتفي بعض الفلاسفة والعلماء بالعقل النظري والخيال كأساس للمعرفة؟ إلى أي حد يمكن إثبات صلاحية المعرفة العلمية انطلاقا من الأساس العقلاني؟ ألا يمكن الاعتراف بالطرح التوفيقي
بمعنى بعض الأسئلة، السؤال الأول يضم مفارقة أو يضم هذا التقابل، جوج أسئلة أخرين كيهضروا على التجربة، جوج أسئلة أخرين كيهضروا على العقل، والسؤال الآخر يضم الأساس التوفيقي، الأساس التوفيقي النقدي أو الأساس المواضعاتي، لأن هذا الأساس المواضعاتي عند المواضعاتيين بحال كلود لوروا وهنري بوانكاري، وما يسمى بالمواضعاتيين. فهاد السياق هذا يعني طرحنا أسئلة بالتدريج، يعني السؤال يضم مفارقة يضم تقابل، إلى سؤالين حول التجربة أو حول التجريب، وسؤالين آخرين حول العقل أو العقل الرياضي والخيال، وسؤال آخر حول الأساس التوفيقي أو الأساس المواضعاتي للمعرفة العلمية. في هذا السياق يعني كنكونوا سالينا مع المقدمة، كننتقلوا مباشرة لمطلب التحليل. في مطلب التحليل قلنا بأننا نبدأ دائما بتفكيك عناصر السؤال. تفكيك عناصر السؤال يمكن أن ننطلق في هذا السياق من مقترح، قبل الخوض في تفكيك المضمون الذي يمكن استلهامه في هذا السؤال الإشكالي الذي نحن بصدد تحليله ومقاربته، لا بد من الانطلاق من القالب العام الذي يتميز به هذا السؤال الإشكالي، وذلك بالانطلاق من تفكيك مكوناته وعناصره الإشكالية والمفهومية. هكذا السؤال، يعني أنني هنايا حاولت ما أمكن أنني نعود الصياغة ديال السؤال، أو عاود الصياغة ديال السؤال من جديد. وهذا المدخل هذا كامل اللي درت هنايا مدخل كبداية باش نبين بأنني دخلت تفكيك عناصر السؤال. قلت إذن بأن هذا السؤال يتكون من أداة الاستفهام هل، إلى جانب علامة الاستفهام التي تلحق أي سؤال كيفما كان نوعه. أسمح على بعض الأخطاء الطباعية مجددا. بالإضافة إلى مكونات أخرى تابعة لهذا السؤال من قبيل البناء، من قبيل المعرفة العلمية، العقل، التجربة، أم إلى آخره. وهذه مكونات تحيلنا مباشرة إلى الغرض الذي يجعلنا نستعمل أداة الاستفهام هل، والذي يكمن في ضرورة الاختيار، بمعنى أنه في آخر المطاف أداة الاستفهام هل التي أشرنا إليها في هذا السياق تفيد الاختيار بين احتمالين. الاحتمال الأول وهو أن الأطروحة تنبني أو أن المعرفة العلمية تنبني على العقل، والاحتمال الثاني كون أن المعرفة العلمية تنبني على التجربة، أو أنه الاحتمال الآخر هو الأساس التوفيقي. إذا قلت في ضرورة الاختيار بين احتمالين عن طريق إثبات فكرة وتبيانها في الأطروحة وشرحها ونفي الأطروحة النقيض وفرض الخناق عليها واستبعادها. وبالتالي فهذه الصيغة الاستفهامية التي بدأت بأداة الاستفهام هل تفيد التخيير بين إمكانيتين كما قلت. ما هي هذه الإمكانيتين؟ قلت بأن الإمكانية الأولى تشيد المعرفة العلمية على أساس تجريب احتمالي، والإمكانية الأخرى تشيد أو تنطلق من العقل والخيال في تأسيس المعرفة العلمية. سؤال آخر، فما هي الأطروحة التي يمكن تبنيها في هذا السياق؟ ننتقل مباشرة إلى الأطروحة. الأطروحة تقول: لقد برز في أفق هذا السؤال الإشكالي أطروحة سنفترضها، لاحظوا معي سنفترضها، بمعنى أن الأطروحة في هذا السياق تكون مفترضة، نفترضها كجواب لهذا الإشكال. وتكمن هذه الأطروحة في تأسيس ما يسمى
المعرفة العلمية، كون أنها وتكمن هذه الأطروحة في تأسيس المعرفة العلمية على أساس واقع اختباري، بمعنى أنه ممكن تبنى أيضا أن هذه المعرفة العلمية لا تنبني على أساس الواقع وإنما تنبني على أساس عقلي، ولكن فهذا التحليل هذا تبني الأساس التجريبي أو الأساس الاختباري، بحيث أن مصدر المعرفة العلمية إبستيمولوجيا وهو التجربة بمعناها المختبري، بمعنى أننا لا نتحدث عن التجربة بمعناها الفضفاض وإنما المعنى بمعنى التجريب، والقائمة على استدلال وليس التجربة الحسية الساذجة القائمة على الواقع الحسي بشكل دوغماتي. هذه أطروحة، نقوم بشرح هذه الأطروحة بناء على ماذا؟ بناء على أفكار، بناء على تبني أفكار، وبناء على أمثلة واقعية وقس على ذلك. إذا المقترح يقول لكي نقدر كل تقدير هذا التصور الاختباري يجب السعي نحو تفكيك الأطروحة أعلاه، وذلك بضرورة الفصل بين التجربة بمعناها التقليدي الحسي والتجربة بمعناها المخبري المعاصر، ومن جهة أخرى الفصل بين التجربة الإكسبيريونس وبين التجريب الإكسبيريمونتاسيون. أي من هذه المفاهيم يصلح كسؤال، أي من هذه المفاهيم يصلح في بناء المعرفة معرفة علمية سليمة؟ في هذا الصدد فالمعرفة ليست انعكاس ميكانيكي للواقع، وهذه المسألة هذه بطبيعة الحال أن التجربة التي نقصد في هذا السياق هي تجربة مخبرية، لا تقوم على الانطباعات الحسية ديال أنه التجريبيين الكلاسيكيين ينطلقوا من كون أن المعرفة هي تنطلق من الحواس أو تنطلق من الواقع بديك الطريقة الواقعية، أو بديك الطريقة الميكانيكية ديال أن المعرفة كتأسس غير بديك الطريقة ديال أنني كنطلق من الواقع وكتنعكس المعرفة على الذهن ديالي مباشرة. التجربة التي نقصد بها هي تجربة اختبارية، تجربة في المختبر، تجربة علمية وليست معرفة عامة. إذا في هذا السياق فالمعرفة ليست انعكاس ميكانيكي للواقع كما تقول التجريبية التقليدية أو التجريبية الكلاسيكية، بل ماذا؟ بل هي تشييد مخبري قائم على خطوات من علمية، وهذه خطوات علمية خطوات منظمة ومنتظمة. يبدأ العالم في هذا السياق من بملاحظة الظاهرة، كنهضرو هنايا على لوبسيرفاسيون سيونتيفيك، نظر على الملاحظة، وذلك بمعاينته لهذه الواقع العلمية من أجل تفسيرها بطريقة موضوعية، ثم ينتقل العالم إلى مرحلة الفرضية، نظر على الليبوتيز بالمعنى العلمي، فرضية التي من خلالها يستنبط العالم فرضيات انطلاقا من ملاحظات أولية، بحيث أن الملاحظة تقذف في ذهن العالم أو الدارس كفكرة، هذا عنصر أساسي ومهم، يعني بمعنى أن ليس بالضرورة أن نقول بأن حضور الفكرة في ذهن العالم في هذا السياق دليل على منهج عقلاني، وإنما هذا يتعلق الأمر في هذا السياق بمنهج اختباري، منهج واقعي. فرضية فهي فرضية مبنية على فكرة داخل العقل بطبيعة الحال، لكنه يبقى في آخر المطاف منهج واقعي، وهذه الفكرة تعتبر بمثابة فرضية أو كجواب أولي قبل اختباره مخبريا. بعدها ينتقل العالم إلى لحظة التجريب، وقلنا بأن المعنى ديال الإكسبيريمونتاسيون بمعنى الاختباري هو التجريب داخل المختبر،
التجريب القائم على المختبر أو القائم على دراسة منهجية مضبوطة وليس الدراسة حسية. من هنا يمكن الرجوع إلى ما قلناه سلفا إلى ضرورة الفصل بين التجربة والتجريب. فالأولى أي تجربة ترتبط بملاحظة عامة للطبيعة بمعناها الخام، أما الثانية فترتبط بالمساءلة المنهجية للطبيعة كما قلت، بأن هذا التقسيم هو تقسيم هو هي إشارة قام بها ألكسندر كويري في هذا السياق. إذا هذا ما يجعل التجريب يرتبط بالجانب التنفيذي التطبيقي للمنهج التجريبي، الجانب التنفيذي التطبيقي للمنهج التجريبي. هكذا فثالث خطوة قائمة على تجريب اختباري للمعطيات مستلهمة من الملاحظة والفرضية. أما الخطوة الأخيرة فتكمن في صياغة القانون العلمي. في صياغة القانون العلمي. إذا لا لوا سيونتيفيك اللي هو نتيجة ملزمة داخل المعرفة العلمية بعد تبيان الطبيعة الضروري والشمولي بطبيعة الحال. إذا أهم الخطوات المطروحة في هذا السياق بداية قلنا بأننا ننطلق من الملاحظة بداية، ثم ننطلق إلى الفرضية، وهذه الفرضية تكون عبارة عن فكرة داخل الذهن الدارس أو العالم، وتكون عبارة عن جواب أولي قبل أن ننتقل إلى التجريب. والتجريب هو الخطوة الثالثة. وأخيرا ننتقل إلى صياغة القانون العلمي، وهذه عبارة عن مناهج أو عن خطوات أساسية ينطلق منها العالم التجريبي دائما. ومجموعة من التجارب تبين هذا بطبيعة الحال داخل الواقع، ومنها تلك التجربة التي قام بها كلود برنار على الأرانب أو على الأحصنة أو شيء من هذا القبيل. بعد تحليل هذه الأطروحة ننتقل مباشرة إلى ما يسمى بالبنية المفاهيمية. والبنية المفاهيمية ننطلق من مفاهيم السؤال، والمقترح يقول يرتبط ضبط واستيعاب ما قلناه أعلاه بالتحليل المعجم المفاهيمي للسؤال الإشكالي الذي نحن بصدد تفكيكه ومقاربته، خاصة إذا علمنا أن المفاهيم داخل الحقل الفلسفي والإبستيمولوجي لا تتميز بحربائية مفاهيمية مثل ما هو الحال بالنسبة للحقل العلمي أو للحقل الفلسفي الميتافيزيقي الخالص. معنى هذا الكلام هو أن في المفاهيم في الحقيقة تختلف بين الفلسفة والعلم. فالمفاهيم داخل الحقل العلمي تختلف عن الحقل الميتافيزيقي الفلسفي، أو تختلف عن الحقل الفلسفي. داخل الحقل العلمي تتميز المفاهيم بالتحديد وبالضبط، في حين أن داخل الحقل الفلسفي تتميز بالتغير الدائم وباختلافها من نسق فلسفي إلى نسق فلسفي آخر. فعلى سبيل المثال هناك تقليد فلسفي يعرف المفهوم بكذا، في حين أنه داخل تقليد فلسفي آخر أو داخل مدرسة فلسفية أخرى يعرفونه مثلا ضد ما طرح أو ما طرحه ذلك الفيلسوف الآخر. في حين أن داخل التقليد العلمي هناك نوع من الضبط وهناك نوع من الإجماع على المفاهيم. إذا قلت بأنه داخل الحقل العلمي هناك الدقة وهناك التحديد والضبط، في حين أن داخل الحقل الفلسفي هناك مفاهيم زئبقية وحربائية في هذا السياق.
وبالتالي وجب تفكيك مكونات أو المكونات المفاهيمية للسؤال، والتي يمكن أن نستهلها بمفهوم المعرفة العلمية، la connaissance scientifique، المعرفة العلمية بداية، التي تحيل في الموسوعة الفلسفية لأندري لالاند، والموسوعة الشهيرة لأندري لالاند تعرف المعرفة العلمية في هذا السياق على دراسة المسائل التي تطرحها علاقة الذات بالموضوع. هكذا في المعرفة العلمية تتخذ بعدا معرفيا معياريا يسعى إلى بلوغ الحقيقة اليقينية. وعندما نسمع المعيارية فنسمع في هذا السياق واحد الحاجة اللي هي النورماتيف، ما يجب أن يكون، بمعنى نطرح معيار معرفي لكي نصل من خلاله إلى الحقيقة اليقينية المبنية على أساس موضوعي. وهكذا، وهذا البعد الإدراكي اليقيني لا يمكن بلوغه إلا بواسطة منهج علمي دقيق. وبهذا الارتباط البنيوي بين مكونات المعرفة العلمية والمنهج، يمكن استحضار مفهوم التجربة، وهي مفهوم مركزي في هذا السياق. إذا المفهوم الثاني وهو مفهوم التجربة experience، التي تحيل على التجربة بمعناها الاختباري، والتي سماها ألكسندر كوايري بالتجريب. قلت قبل قليل بأن كوايري ميز بين التجربة بمعناها كمساءلة عامة للطبيعة، والتجريب باعتباره مساءلة منهجية للطبيعة. وسماها ألكسندر كوايري بالتجريب كمساءلة منهجية للطبيعة، في مقابل التجربة كمساءلة عامة للطبيعة الخام. على هذا الأساس فهو السؤال يشير إلى تجربة علمية منضبطة ومنظمة، وليس مجرد تجربة حسية فضفاضة تعكس الواقع بشكل آلي ميكانيكي. وتتعارض التجربة في هذا السياق مع مفهوم آخر ورد في السؤال أعلاه، وهو مفهوم العقل لا غيزون. يعني حتى هنا يعني ما كنهضروش على ذاك العقل لا غيزون ميتافيزيك، ولكن كنهضروا على العقل الرياضي. يعني كنهضروا على واحد لا غيزون اللي هو ماتيماتيسيان، يعني ماتيماتيك، بحيث أن العقل تغيرت دلالته تاريخيا داخل الفلسفة وداخل العلم. وهكذا فالعلم بمعناه الكلاسيكي القرن 17 عبارة عن جوهر. هذا معناه التعريف هو تعريف ديكارتي، أو تعريف داخل الفلسفة الديكارتية، كون أن العقل هو جوهر سبستانس بونسي، وهو واحد الجوهر أو واحد الآلة التي نعرف من خلالها الذات، ونعرف من خلالها أيضا حقيقة العالم. إذا ندرك من خلال هذا الجوهر حقيقة العالم، سواء كانت هذه الظواهر داخل العالم علمية أم ميتافيزيقية. ويكفي أن نرجع إلى تأملات في الفلسفة الأولى لديكارت لكي نفهم بطريقة دقيقة هذا الموضوع. لكن العقل بمعناه المعاصر فهو بنية. إذا الفرق بين العقل كجوهر والعقل كبنية هو فرق بين القرن 17 والقرن 20. فسبستانس بمعنى العقل كسبستانس في هذا السياق هذا هو يختلف على البنية، لأنه فاش كنهضر على الستركتور هو واحد الحاجة ما كايناش ولكن كنبنيوها كتبنى، ولكن هاد السبستانس فهو كنهضرو فيه على لي زيدي ايتيرنيل،
ما يسمى بليزيدي إيني، هما أفكار فطرية ما يعني لا نحتاج إلى بنائها أو لا يمكن بناؤها بقدر ما أنها تعطى بطريقة مسبقة، في حين أن البناء أن العقل يتم تشييده دائما، يتم تشييده بطريقة مستمرة. إذن فهو بنية نشيد من خلالها الحقيقة العلمية، ويرتبط العقل بهذا المعنى مع الخيال كمفهوم، على مفهوم الإيماجيناسيون فهو مفهوم مركزي في هذا السياق. هكذا فالمفاهيم التي رصدناها أعلاه ترتبط جوهريا بأداة الاستفهام هل التي أشرنا إليها في بداية تفكيك عناصر السؤال، التي من خلالها سنقوم بالتصديق على فكرة أو أطروحة ونفي الأخرى. بالإضافة إلى العلاقة بين المفاهيم، مقترح العلاقة بين المفاهيم يمكن أن ننطلق أو نقول في هذا السياق بناء على تحديد المفهوم الذي قمنا به والذي يستدعيه الحقل الإبستيمولوجي. يمكن القول أن العلاقة بين المفاهيم هل والمعرفة العلمية والتجربة والعقل إلى آخره، أن أداة الاستفهام هل أداة الاستفهام، في حين أن المعرفة العلمية فهي مفهوم مركزي في هذا السياق، وتجي كل من التجربة والعقل فهي مفاهيم مركزية في هذا السياق. إذن أن العلاقة بين كل هذه المفاهيم هي علاقة ترابط من جهة، وعلاقة تعارض نسبي من جهة أخرى. كيف؟ بحيث أن المعرفة العلمية تقوم على أساس تجريبي اختبالي، وهذا ما يدل على الترابط والانسجام بين التجربة والمعرفة العلمية، انسجاما مع ما تبنيناه في الأطروحة. بمعنى أنه قلنا بأن في الأطروحة المعرفة تنبني على أساس تجريبي، وبالتالي في هذا السياق هناك ترابط بين كل من التجربة وبين المعرفة العلمية. لكن من جهة أخرى يمكن رصد علاقة التعارض النسبي بين مفهومي أو مفهوم العقل والتجربة، أن هناك تعارض بين كل من العقل والتجربة في هذا السياق، بحيث أن العقل يقوم على أساس نظري مجرد في مقابل التجربة تقوم على أساس واقعي، وبين كل من العقل في هذا السياق والتجربة هناك تعارض. وبالتالي فالخيط الناظم بين المفاهيم تفضي إلى ضرورة بناء الصرح العلمي على أساس اختباري واقعي انسجاما مع ما أشرنا إليه في الأطروحة. ننتقل إلى الحجاج أو للبنية الحجاجية، التي يمكن أن نفترضها بأي طريقة كما أشرنا. ننطلق من حجاج مؤسس لبنية الواقع، وننطلق من أمثلة واقعية من قولة فلسفية وقس على ذلك. المقترح يقول من أجل دعم ما قيل أعلاه وتبيان معالمه أكثر، يمكن افتراض بنية حجاجية توجد بشكل ضمني. لكنك لاحظ هنا أن بنية حجاجية توجد بشكل ضمني، لأن الحجاج لا يعطى بشكل صريح، لأن في آخر المطاف هناك سؤال. لكن نفترض حجاج بناء على الأطروحة التي قمنا بتبنيها، بمعنى لكي حددنا البنية الحجاجية هو نوع الأطروحة اللي تبنيها. إذا قلنا بأن هذه الأطروحة بشكل ضمني داخل السؤال الذي نحن بصدد تحليله ومناقشته. فإذا تأملنا بنية السؤال بشكل جلي، يتبين منذ البداية أنه يدافع عن جريبية المعرفة العلمية، وهذه هي الأطروحة اللي تبنينا السؤال، تبنيناها في الأطروحة. كما أننا قمنا باستبعاد العقل في تأسيس العلم أو في تأسيس المعرفة العلمية. هنايا كنستحضر واحد الفيلسوف باش نزيدو ندعمو هاد أو كنستحضرو قولة لفيلسوف، الحقيقة ما كنستحضروش موقف، كنستحضرو قولة لفيلسوف. ما هو هذا الفيلسوف؟
هانز ريشنباخ من الوضعية المناطق المعاصرين، الذي يصرح في كتابه نشأة الفلسفة العلمية ويقول: عندما يتخلى الفيلسوف عن التجربة أو عن الملاحظة، يعني عن الملاحظة التجريبية، نقول في هذا السياق الله عند هانز ريشنباخ استحضر قولا فلسفيا. هذه القولة الفلسفية تقول: عندما يتخلى الفيلسوف عن الملاحظة التجريبية بوصفها مصدرا للحقيقة، لا تعود بينه وبين النزعة الصوفية إلا خطوة قصيرة. وانطلاقا من هذه القولة الفلسفية لريشنباخ، يمكن دعم فكرة كون المعرفة العلمية لا تنبني على أساس النظر العقلاني صرف، بل تؤسس عفوا على أساس واقعي اختبار. ولعل النظريات العلمية يستند فيها العلماء على خطط منهجية اختبارية من أجل تبيان صلاحية نظرية علمية وصدقيتها العلمية وصرامتها الحقة. وسؤال للانتقال للمناقشة: فما التقييم النقدي لهذه الفكرة التي دافعنا عنها طيلة التحليل أو تحليل هذا السؤال؟ بالنسبة للمطلب المناقشة، يمكن أن ننطلق من التقييم النقدي، وأنا يتعلق الأمر في هذا السياق بقيمة الأطروحة. إذا في قيمة الأطروحة سنقول بأن الأمر يتعلق بتبيان مكامن التصور التجريبي. إذا إن مكمن أهمية التصور التجريبي ودوره في تشييد المعرفة العلمية يتجلى في ماذا؟ يتجلى في وضع هذه الفكرة في محط النقد، لأن أي فكرة فلسفية ما كتكون عندها حتى شي قيمة من غير أنه إلا حطيناها في النقد والتمحيص، عن طريق تبيان قيمة وأهمية هذا التصور الاختباري، وتبيان أيضا حدود وهفوات في حدود هذا التصور في تأسيس المعرفة العلمية. إذا في البداية ننطلق من ماذا؟ ننطلق من قيمة التصور. إذا قيمة التصور تتعلق الأمر في هذا السياق بقيمة الأطروحة. إذا نقول: قيمة هذا التصور الذي دافعنا عنه في الأطروحة تكمن في الأهمية التي حظي بها المنهج التجريبي في تاريخ العلم ومساهمته العلمية. هذه هي الأهمية ديال أهمية التصور التجريبي، يكمن في ماذا؟ يكمن في المساهمات التي قدمها في مجال العلم وتبيان صدق ويقينية النظريات العلمية. فعلى المستوى النظري، فالتجربة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى استبعاد التصورات الميتافيزيقية والشعوذة الفلسفية التي تساهم في تشويه المعطى العلمي. بمعنى أنه مبدئيا بحال إلا كنقولوا بأن ملي كنتبناو المنهج الجيبي، صعيب أننا نأمنوا بشي حاجة سميتها الخرافة والأساطير والشعوذة وإلى آخره. كما أن التجربة إذا كانت تفضي إلى فرض الخناق على التصورات الميتافيزيقية والشعوذة الفلسفية، فإنها أيضا تقضي على التصورات الإحيائية. وعندما نقول التصورات الإحيائية، هي نوع من إدخال الخرافة والشعوذة إلى النقاش العلمي، لأن التصور الإحيائي هو ضد الميكانيكا، أو ضد التعامل مع الظواهر كما لو أنها أشياء. لأن الإيمان بأن هناك داخل
داخل الأشياء الجامدة هناك قوى خفية وقوى حية، فهو في آخر المطاف ما هو ما نقصد بالقوى الإحيائية التي لا معنى لها داخل العلم. فالتسلح بالعقل الخالص يؤدينا ماذا؟ يجرنا عنوة إلى الافتراضات الخيالية، مما يفتح الباب أمام الإيديولوجيا، وهذا من بين السلبيات اللي كيتعطاو للعقل، التي تجرنا إلى دائرة العلم عكس التجربة التي تنطلق من معطيات علمية ملموسة يسهل التحكم فيها كما يسهل التحقق بالتجربة منها أيضا. هكذا فالمنهج العلمي يصعب عليه الانطلاق من آفاق لا تجريبية، لأن التجربة مهمة وأساسية في هذا السياق، لأن الواقع العلمي واقع اختباري بالدرجة الأولى. هذا كل هادشي اللي شرنا ليه دابا حاليا هي مكامن القوة، أو مكامن قوة هذا التصور، أو مكامن قوة التصور التجريبي، التي تكمن، قلنا بأن قيمة التصور التجريبي في آخر المطاف تكمن في ماذا؟ تكمن في كون أن التجربة تؤدي إلى نبذ أو إلى القضاء على التصورات الأخرى الميتافيزيقية، وعلى الشعوذة الفلسفية والفكرية، وعلى القضاء على التصورات الإحيائية، والقضاء على الافتراضات الميتافيزيقية والافتراضات الخيالية، وكذلك نبذ ما يسمى بالإيديولوجيا، وكذلك لا تؤدي بنا إلى ما يسمى بمبدأ التحقق في آخر المطاف، وبالتالي فتفصلنا عن نقاش العلم. هذا نقاش ما كنا يمكن أن نصله يوما لولا تبني المنهج الجديد. السؤال أو سؤال الانتقال، فما هي حدود هذه المقاربة؟ ننتقل إلى حدود هذا التصور. بالنسبة لحدود هذا التصور، ننطلق من عكس ما قيل الآن في القيمة، ويمكن أن نقول فعلى طرف نقيض ما أشرنا إليه في حدود أو في قيمة التصور، يمكن أن ننطلق من حدود هذا التصور الاختباري. إذا يتعلق الأمر بحدود التصور الاختباري، وحدود هذا التصور يكمن في صعوبة تبيئة المعطى العلمي مع الواقع الاختباري. لكنك لاحظوا واحد المسألة أساسية، وهو إذا كنا نقول بأن المعرفة العلمية تنبني على أساس تجريبي، فالتصور العقلاني أو التصور من المشاكل التي يطرحها العلم المعاصر، وهو أنه لا يستطيع أن يتماشى مع الواقع الاختباري، لأن الواقع أو العلم المعاصر مبني على الخيال ومبني على الإبداع، وما يمكنش نلقاو الإبداع في الواقع الاختباري، لأن الواقع الاختباري كيعطينا غير مبدأ التحقق، إذا نتحققوا من واحد الحاجة، في حين أن الواقع العلمي واقع فيه الخيال، وهو أصلا يعني هذا الخيال هذا هو اللي كيعطيه الإبداع. على سبيل المثال، فاش كناخدو مثلا العالم الافتراضي اللي كتبنيه مثلا الميتافيرس، وكيتبنى دابا حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنه كل شيء مبني على الخيال. كل ما وصلناش دابا حاليا غير لابيل فيديو مثلا، ديال انه واحد بعيد ممكن انه نشوفه، او انه في الميتافيرس كما قلنا انه ممكن انك تشوف واحد ثروات ديمونسيون، يعني فاش كنهضروا على الابعاد الثلاثية، يعني كنشوفو وكيشوفني وكنهضر معاه وكيفهم معايا أو كنفهمو وكيفهمني أيضا. إذا مستقبلا أن هذا الشيء كنفترضوه كخيال، ولكن واحد النهار غادي يكون حقيقة. إذا
المعطى العلمي الجديد يصعب تبيئته مع الواقع الاختباري، كما أنه واقع مبني على ماذا؟ مبني على الخيال وعلى افتراضات عقلية لا واقعية، ومبني على التأويل، ومبني على الإبداع، والإبداع لا يمكن أن يعطى في التجربة. عكس التجربة بمعناها الحسي إلى جانب التجربة بمعناها المخبري، فكلها تجارب تؤمن بالملموس. فقلنا بأن هنا أهمية الخيال، وربما يصدق هذا في مجال الظواهر العلمية البسيطة التي تصدق فيها التجربة. أما في مجال الميكروفيزياء، نتحدث عن الماكروفيزيك، ومجال الميكروفيزياء أيضا. إذا عندنا ماكروفيزيك وعندنا ميكروفيزيك كمتناهي في الكبار ومتناهي في الصغار، فهو مجال افتراض قضايا مجردة وتجارب عقلية يعتبر الخيال منطلقها من أجل مزيد من الإبداع. بما أنه في خلال المطاف الميكرو والماكرو ما يمكنش نبنيهم في التجارب، المتناهي في الصغر خاصنا افتراضات خيالية، كما أن أيضا المتناهي في الكبار خاصنا افتراضات خيالية. هي الكون، العيش في أكوان موازية وأكوان متعددة وقس على ذلك. وهذا ما يجعل العلماء في مجال النسبية أو الريلاتيفيتي، وفي مجال الطاقة النووية الإنرجي نيوكليير، وفي مجال الخيال العلمي الساينس فيكسيون، ومجال الأفلام الكرتونية أو الأنيم والأنيم ديسانز أنيمي، يعتمدون على الخيال، يعني كمفهوم يعتمدون على الخيال، لأنه الوسيلة المناسبة للإبداع. ما يمكنش نبدعو بالتجربة، إنما كنبدعو بالخيال، واحد الحاجة خيالية، وكنحاول ما أمكن أننا نعطيوها ترجمة في الواقع مباشرة. من بعد هذا التقييم النقدي، ممكن أننا نستعمل بالكثير من الأمثلة في هذا السياق، تبين بأن الواقع العلمي الجديد هو واقع مبني على الخيال، ومبني على عقلانية رياضية صارمة وليس على التجارب. إذا فما رأي الفلاسفة والعلماء في هذه المفارقة الإبستيمولوجية؟ بعجالة، يمكن أن نستحضر الرأي المواقف الفلسفية، ونبدأ في هذا السياق بموقف كلود بيرنارد. لا يمكن بناء المعرفة العلمية والمعرفة من الناحية الإبستيمولوجية على قطب واحد، وذلك نظرا لحرب حامية الوطيس بين الفلاسفة والعلماء في اختيار ذلك المنهج المناسب في تأسيس العلم. وعلى هذا الأساس فتحنا إمكانات جديدة للتفكير في الإشكال، وهذا يجرنا إلى فلسفة كلود برنار. إذن عندنا فلسفة كلود برنار. كلود برنار كطبيب فرنسي وعالم بيولوجي وعالم فيزيولوجي أيضا، ينطلق من المرجعية البيولوجية والمرجعية الطبية، وقال بالمنهج التجريبي كأساس للحقيقة العلمية، بحيث أن العالم ينطلق من الخطوات الأربع للمنهج التجريبي، بدءا بالملاحظة، ثم الفرضية، والتجريب، وإعادة التجريب، والاستنتاج. فمن خلال الملاحظة يتم تجنب الأحكام المسبقة وملاحظة الظاهرة بطريقة موضوعية. أما الفرضية فتكون منطقية وعقلانية، ويتفادى العالم من خلالها الافتراضات الميتافيزيقية، لأن الفرضية تشترط حسب برنار قابليتها للتحقق التجريبي. ثم ينطلق العالم إلى التجربة وتكرارها عن طريق الإنصاف الدقيق للطبيعة ولحيثياتها، وفي الأخير يستنتج
القانون العلمي الذي من خلاله يعمم يستنتج القانون العلمي الذي من خلاله يعمم نتائج التجربة لكي تصبح لديها قوة وصلاحية معتمد عليها داخل الحقل العلمي. ولذلك أو لعل هذا ما يبنيه كلود برنار في تجاربه العدة داخل المختبر. وأهم تجربة قام بها هي التجربة على الأرانب، بحيث لاحظ برنار تغير لون بول الأرانب من لون مقدر وغير حمضي إلى لون صاف وحمضي نتيجة الجوع، فافترض أن الأرانب خضعت لنمط غذائي غير العشب، مما أدى إلى تغير لون وبول ومكونات هذا البول، الأمر الذي أدى إلى التجريب عن طريق منح العشب للأرانب وتحول بولها تدريجيا إلى لون مقدر وغير حمضي. ثم كرر التجربة ومن خلالها منع العشب على هذه الأرانب، مما أدى إلى تغيير لون وبول الأرانب إلى لون بول صافي وحمضي. وهكذا أو هذا ما جعله يستنتج أن إمساك الأرانب على نمطها الغذائي القائم على العشب يؤدي إلى تحولها إلى حيوان لاحم، لأنها تقتات على لحمها ودمها لكي تعيش. وينطبق هذا على مجموعة من الكائنات الحية من نفس السلسلة. وفي هذا الصدد يقول كلود برنار في كتابه مدخل إلى دراسة الطب التجريبي L'introduction à l'étude de la méthode expérimentale. إن النظرية ليست شيئا آخر غير أو عدا الفكرة العلمية المقاربة من طرف التجربة. وعلى هذا الأساس فالمنهج التجريبي يقوم على أساس أو على أسس واقعية مخبرية في إثبات صدقية المعرفة العلمية. سؤال للانتقال، فما دور العقل والخيال في هذه المعرفة العلمية؟ وكيف ينطلق الفلاسفة والعلماء والإبستيمولوجيين في هذا الزوج المفهومي أو من هذا الزوج المفهومي في تشييد العلم؟ رأي أينشتاين العقلاني أو كعقلانية رياضية خلاقة يقول، أو يمكن القول، ينطلق الفلاسفة أو العلماء من مقاربة عقلانية في تبيان صلاحية المعرفة العلمية، ويتجلى هذا مع ألبرت أينشتاين الذي شيد نظرية النسبية. إذن يتعلق الأمر في هذا السياق بالعالم أينشتاين الذي شيد نظرية النسبية على أساس نظري عقلاني رياضي، كما أن الخيال هو اللبنة التي تبنى عليها معرفة علمية خلاقة مبدعة. فالعقل هو الذي يضفي على النظرية بنيتها ويمنحها تسلسل منطقي منظم بين مقدماتها ونتائجها. أما الخيال فهو الذي يضيف اللمسة الإبداعية، لأنه ينطلق من ظواهر لا واقعية ويفترضها، بينما أن التجربة فهي نختبر من خلالها تلك المفاهيم أو تساعدنا في الحقيقة في اختيار تلك المفاهيم. الأمر الذي يساهم في تطوير العلم أو في تطور العلم، وليس الكشف عن حقيقة موجودة فقط. الكشف بمعنى أن الأمر لا يتعلق بالكشف عن حقيقة موجودة فقط، وإنما يساهم في تطوير العلم وفي خلق شيء جديد. وهذا ما جعل العلم المعاصر يستلهم أكثر نظرياته صلابة وقوة داخل السينما. أن الأمر يتعلق في هذا السياق بمصادر تستلهم يعني يستلهم العلم من خلاله أو من خلال هذه المرجعيات أفكار مهمة لكي يتطور. إذا يستلهم هذه الأفكار من السينما ومن أفلام الخيال العلمي ومن أفلام الكرتون والأنمي، ولأنها مجالات خصبة للخيال واللاواقع.
الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإبداع، أو إلى إبداع حقائق جديدة. فالمفاهيم المركزية لدى أينشتاين إذا تقوم على كل ما هو نظري عقلي رياضي، في حين أن دور التجربة يقتصر على إثبات أن أو ما أتت به النظرية. ويتجلى هذا في قوله أو في قول أو في قولة فلسفية استحضرها في كتابه كيف أرى العالم. يقول: فالعقل يمنح النسق بنيته، أما المعطيات التجريبية وعلاقاتها المتبادلة فيجب أن تطابق القضايا الناتجة عن النظرية. إذن عندنا هنا دور العقل ودور المعطيات التجريبية. دور العقل هو الذي يمنح للنسق بنيته، أما التجربة فيجب أن تطابق ما أتت به النظرية. إذن الأساسي والمهم في هذا السياق هو النظرية وليست التجربة. هكذا فكل الأهمية للعقل الذي يمنح التماسك المنطقي لبنية نظرية، أما التجربة فمهمتها فقط التطابق مع ما أتت به النظرية، لأن هذه الأخيرة تثبت أو أثبتت صدقيتها الخاصة إذا ما قرناها مع العقل الرياضي الخلاق وليس تجربتها. موقف آخر وهو موقف توفيقي، موقف جاستون باشلار. في جانب آخر يمكن تضييق الخناق على المناهج السابقة سواء كانت عقلانية أو تجريبية، ويمكن تعويضها بمنهج توليفي تبناه الإبستيمولوجي الفرنسي جاستون باشلار. هنا نتحدث عن عقلانية مطبقة لدى باشلار. إذا باشلار في إطار ما يسميه بعقلانية مطبقة، عقلانية مطبقة بحيث لا يمكن تأسيس العلوم الفيزيائية دون الدخول في حوار فلسفي بين العقل وبين التجربة، وهذا ما جعله يقول: لا توجد عقلانية فارغة كما لا توجد اختبارية عمياء. هي نفس ما أشار إليه إيمانويل كانط في كتابه نقد العقل الخالص، كون أن الحدوث الحسية بدون مفاهيم القبلية تبقى عمياء، في حين أن المفاهيم القبلية بدون حدوث حسية تبقى جوفاء. وهذا يدل على أهمية كل من العقل والتجربة في تشكيل أسس وقوائم المعرفة العلمية المعاصرة. أما في الأخير يعني سننتقل إلى التركيب والخلاصة، وفي هذا السياق فمقترح التركيب الذي يتضمن الاستنتاج ورأي شخصي ورهانات. إذا الاستنتاج كبداية يمكن القول كمقترح. ختاما، لا بد من جديد القول بأن إشكالية مصدر المعرفة العلمية هي معضلة قديمة جديدة ومعقدة أيضا، بحيث يصعب حقيقة الجزم والقول بمنهج محدد كأساس لهذا المصدر ومصدر المعرفة العلمية. فالمقاربات العقلانية تنطلق من أرضية رياضية، مما جعلها تنطلق من العقل في تأسيس العلم، في حين أن المقاربات الاختبارية تنطلق من أرضية العقل أو من أرضية العلم الطبيعي أو الفيزياء أو البيولوجيا إلى آخره، والذي يقتضي الاختبار الواقعي بقوة، أو الاختبار المخباري بقوة، وهذا ما جعلها تؤمن بالتجربة في تحديد مصدر العلم. أما المقاربات التوليفية فتعتبر الأخذ بمرجعية دون أخرى مجرد هدر للجهد والزمن، لأن التوبولوجيا العلمية أو الخطاط العلمية الجديدة تقوم على خلق حوار بين المستوى النظري العقلي وبين المستوى الواقعي التجريبي، إلى جانب طرح المواضعات مع بوانكاري وآخرون كما أشرت مع كلود لوراه، الذي يؤمن بأن الأوليات العلمية ليست حقائق بل مجرد اتفاقات ومواضعات اتفق حولها العلماء. إذا هذا استنتاج، وفي هذا الاستنتاج قلنا بأن الأمر يتعلق بمعضلة تحديد مصدر المعرفة العلمية كونها معضلة قديمة جديدة.
فهي قديمة ويتم طرحها دائما بطريقة جديدة. هنا هناك مقاربة عقلانية التي قلنا بأنها تنطلق من العقل، وهناك مقاربة اختبارية التي تنطلق دائما من مرجعية معينة. إذا المقاربة العقلانية تنطلق من الأرضية الرياضية، وهذه الأرضية العقلية الرياضية تنطلق دائما من العقل، في حين أن المقاربة الاختبارية تنطلق دائما من العلم الطبيعي والفيزياء ومن البيولوجيا. إذا منطلقها دائما وهو الاختبار والتجربة. والمقاربات التوليفية تنطلق دائما من الأساس التوفيقي بين كل من المستوى النظري والمستوى الاختباري الواقعي. أما طرح آخر وهو الطرح المواضعاتي مع بوانكاري كما أشرنا، الذي يؤمن بأن أصلا هذه الأوليات العلمية ليست حقائق وإنما مجرد اتفاقات ومواضعات، وليس إذا لا نصل إلى الحقيقة بمصدر محدد، وإنما العالم أو العلماء يضعون اتفاقات ومواضعات في آخر المطاف. إذا الرأي الشخصي والرهانات يمكن أن ننطلق في السياق من مقترح. في هذا الصدد أعتقد من موقع أن المعرفة العلمية بمعناها الجديد المعاصر لا يمكن أن تنبني أو تبنى في استقلال عن العقل والخيال واللا متوقع واللا واقع، فهي مفاهيم تدل على أهمية المستوى النظري في بناء المعرفة العلمية. ففي الرياضيات نصل إلى نتائج ودراسات مضبوطة بمجرد استدلالات عقلية صارمة وبدون النزول إلى التجربة أصلاً. بمعنى أنه في آخر المطاف في موقفي أنا أعتقد بأن المعرفة العلمية تنبني على العقل وعلى الخيال وعلى اللامتوقع وعلى اللاواقع. لماذا؟ لأن أصلا في الرياضيات لا يمكن أن نصل إلى حقيقة معينة دون النزول أصلا إلى الجريمة. على سبيل المثال، قانون سقوط الأجسام عند غاليلي، ومركزية الشمس لدى كوبرنيك، والجاذبية لدى سير إسحاق نيوتن، كلها نظريات علمية تم اختبارها بالعقل وليس بالقياس التجريبي. إذا في هذا السياق، لولا حضور تجارب ذهنية وتجارب عقلية حاسمة لما وصلنا إلى هذه الحقائق العلمية في القرن 16 و17. إذا كسؤال أخير ننفتح من خلاله على أفكار وإشكالات جديدة، هل سيؤدي هذا القياس العقلي في يوم من الأيام إلى خلق نظريات علمية تجعل الإنسان فعلا يسافر عبر الزمن؟ وهذا كسؤال مفتوح في آخر المطاف. شكرا لكم على حسن الانتباه، وأتمنى لكم كل التوفيق.